الشعور ديالي راه ما نقدرش نقول لك الشعور ديالي دابا، وانا خرجت من الدار بلا ما حفيان وكل شيء وكنجري في التيران وصلينا، فهمتني؟ الشعور ديالي كالشعور ديال جميع المحبين ديال الرجاء والمسؤولين والناس اللي ضحاوا اللي من اللي في التيران الخدامه ولا كل شيء كانوا واقفين مع الرجاء. وحقيقه هاد الشامبيونه كنهديوها سفيان كيهديها لوالديه بعدا هما الاولين والجمهور اللي كيبغيه. الضغط التحكيم ما عندك ما تقول على التحكيم كيما بغى يكون راه التحكيم اش غنقولوا له. والعائله ديالي عندي واحد الدريه صغيره راه خليناها مليوحه اللي بقات 5 دقائق مسكينه، وملي حيدوا لهم بيلانتي اللي ضربت لي يديه فهمتيني واش غنقول لك. ديالي الله يصلحو ويصلح هذوك الوليدات اللي كملوا معاه المسيره، وماشي غير ولدي هو اللي ضحى، كلهم بحال عندي كلهم بحال وكيجيو عندي كلهم للدار. قلت لهم الزاويه هذه ينصركم الله لا غالب لكم. الحمد لله البطوله يستحقها فريق رجاء البيضاوي اللي غابش على الخزينه ديالهم مدة 7 سنوات، فالدراري يستاهلوا كل خير وتبارك الله عليهم على الاداء اللي قاموا به في البطوله كامله، رغم التوقف اللي طرا 3 شهور هما واقفين ورجعوا ما هبطوش يديهم ويستحقوا البطوله بجميع كل شيء لها. اي رجاوي غيكون تبعها بحالي فشعور لا يوصف الحمد لله. والدار كاملين الرجاويين كل شيء عايش ديك الاجواء زوينه الحمد لله. هاد البطوله هادي كي غنقول لك فالحمد لله اش غنقول اختي. نقول لك الرجاء كانوا رجال في البطوله كامله، كانوا رجال رغم التحكيم وكل شيء، بغاو البطوله وجابوها ما شاء الله عليه وتبارك الله والله يسهل عليه ومسيره موفقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.